تحدثنا قبل قليل عن فلول داعش وعن تواجدهم في المناطق التي ربما كما ذكرت قبل قليل هم قاموا بحفر بعض الممرات، وهم يعني كانت لديهم ربما دراية عن المناطق التي يمكن أن يصلوا إليها حتى فيما بعد انهيار التنظيم الإرهابي. لكن بالنظر إلى المناطق المتواجدين فيها حاليا، نعلم هم متواجدون في مناطق في جبال أو مناطق صحراوية، بالنظر إلى المنطقة الجغرافية نعلم بأن القوات العراقية وأيضا العمليات الاستخباراتية والجوية تلاحقهم حتى في تلك المناطق، لكن بالنظر إلى المعلومات المتوفرة الآن، إلى أي مدى العمليات العسكرية قادرة على الوصول إليهم، وما الذي تتطلبه في الوقت الحالي للتسريع بالعملية؟ يعني حسب معلومات التي أمتلكها عن طريق اتصالاتي ببعض القادة الأمنيين، هناك فعلا جهد استخباراتي والقوة الجوية العراقية بالتعاون والتساهم والتفاهم مع التحالف الدولي عن طريق الطيران استطاعت أن تضرب بعض الأوكار وليس كل الأوكار، لأن بعض الأوكار في داخل الجبال وداخل السهول من الصعوبة وصول الطائرات أو وصول القطاعات العسكرية. الأمر الآخر، الحكومة العراقية تحاول جعل هذه المناطق التي تجرى فيها انتخابات في يوم 12/5 لابد ان تكون مناطق امنه، وهذا ما تحدث به القائد العام للقوات المسلحه الدكتور حيدر العبادي بان لابد ان يجعل بيئه امنه، بيئه مؤهله للانتخابات حتى يذهب الناخب العراقي وعوده الناجح الى عوائلهم الى مناطقهم. ولهذا السبب هناك امران. الامر الاخر تعزيز الثقه، هل تستطيع الحكومات المحليه والحكومة المركزية أن تعزز الثقة باتجاه المواطن والمواطن باتجاه القطاعات العسكرية؟ قبل 2014 من الأسباب التي استخدمت هذه المدن هي الثقافة الطائفية التي استخدمت من بعض المنتسبين من هنا وهناك باتجاه المواطنين. الأمر الثاني، نحتاج إلى تعزيز الثقة مع الدول المجاورة. هل هناك تبادل معلومات استخباراتية حقيقية مع الدول الأخرى؟ نعم. فقط مع إيران؟ إذن هذه حقيقة مفاهيم، وهذه تبادل المعلومات ربما تجعل أكثر المناطق استقرارا في المرحلة المقبلة، لأن العراق مقبل على انتخابات. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا نجم القصاب الخبير الاستراتيجي والأمني، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.